المواطن هيزيد قد ايه؟ الزياده دي هتتحسب ازاي وازاي وكام والتفاصيل كلها؟ دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين الكرام. طيب انا دلوقتي يا دكتور موظف ومعايا الاله الحاسبه وبحسب، قول لنا بقى الحسبه ازاي؟ الحسبه فيها نقاط كتيره جدا، خلينا نبدا. يعني اول حاجه خالص ان عمليه تعديل موعد الزيادات، وده يمكن امر مهم جدا، لان احنا تعودنا دايما ان الزيادات بتيجي مع بدايه العام المالي في 1/7، ان احنا نبتدي نقدم الميعاد دوت يبقى بدايه الشهر القادم باذن الله 1/4. ده طبعا يمكن تعديل طارئ، لان دوت بيدخلنا كمان في زياده في المصروفات العامه للدوله للعام المالي الحالي اللي هو 2021 2022، لكن طبعا طبقا هي للظروف. 8 مليار تقريبا التكلفة، صح؟ بالظبط 8 مليار التكلفه، وكمان ان دي هتزود طبعا مواصفات وبتاثر طبعا على حجم العجز كلي، لكن هي الفكره كلها ان احنا في ظل الظروف دي كان لابد ان الدوله تحاول ان هي تساند اكبر قدر من المساعدات، وبالاخص بالنسبه كمان للعاملين في الجهاز الدائي الدوله. زي ما حضرتك تفضلت وقلت يمكن في كثير من التعداد، احنا بنتحدث عن 6 مليون موظف، يعني لو طبقنا في المتوسط ان كل موظف لديه اسره، يعني كلها حوالي 4 افراد، فاحنا بنتكلم على ما يقرب من 24 مليون مستفيد من هذا القرار بالنسبه بس لمنظومه يعني الاجور. تقريبا ربع التعداد المصري. بالضبط. لا، وكمان في نقطه ثانيه ان احنا حتى اصحاب المعاشات اللي هم حوالي 10 مليون صاحب معاش، هم كمان شهدوا نوع من انواع الزياده في المعاشات بتاعتهم. فهي الفكره كلها ان احنا ازاي نزود عدد المستفيدين من هذه القرارات. كان طبعا يمكن من الاجزاء المهمه جدا الجزء الخاص بزياده الاعفاء الضريبي بنسبه 25%، يعني بمعنى بسيط جدا اللي ان هو اللي دخلهم من يعني من 24 ل 30، النسبة بقت مرتفعة، الدخل السنوي 30 ألف. بالظبط 30,000 سنويا، يعني احنا بنتكلم في الشهر في حوالي 2,500 تقريبا. ده خلاص مش هيبقى عليه اي نوع من انواع الخصومات طب وهي الضريبيه. تقريبا الضريبة كانت كام؟ لا، الضريبه في الشريحه ديت هي الفكره كلها ان حصل تعديلات بالنسبه للحد الادنى للاجور. لما حصل التعديلات ديت ابتدى من الجزء الخاص بالحد الادنى ده ان يتم اعفائه تماما، لكن هي الفكره كلها لما كنا بنحسبها هي ما بتتحسبش كمان بس ضرائب، لان كمان هناك جانب اخر مرتبط بيه التامينات. والتأمينات. ففي المجمل بالظبط. أنا قصدي بس بحاول أعرف يعني هو الشخص اللي مرتبه 2500 دول هيزيد عليه إيه أو هيوفر إيه من اللي كان لا، بيدفعه هو قبل كده؟ هيوفر ان هو هيحصل على المبلغ دوت دون اي خصومات ضريبيه، وده النقطه المهمه بالنسبه له، ان هو يحصل على حد الاعفاء. لكن ما قبل ذلك لا، كان طبعا بيفرض طيب كده ضريبه اطمننا دخل على المرتبات. اللي كانت هي كمان بنسبه كبيره بتميل ان هي تكون يعني تصاعديه، يعني ما يبقاش برضه. يعني عاوز اقول ان دايما اصحاب الدخول المنخفضه حجم الضرائب عليهم طبعا ما بتبقاش زي اصحاب الدخول المرتفع حجم. طب يا ريت